ونختم النشرة من الناظورة التي احتضنت تظاهرة رياضية موجهة للأطفال والناشئين. التظاهرة همت مخيما خريفيا لكرة القدم. روبورتاج عبد الحق بهات ورشيد العتابي. بمشاركة أزيد من 100 ممارس بالمدارس الكروية بإقليم الناظور، أقيمت هذه الدورة التدريبية لفائدة الأطفال والناشئين. التظاهرة من تنظيم مؤسسة مغاربة العالم بشراكة مع أكاديمية يوسف مختاري لكرة القدم بمدينة فرانكفورت الألمانية المختصة في التكوين والتنقيب عن المواهب الكروية. جئت إلى هنا لنسعد الأطفال والناشئين. كنت دائما أشتغل في مدن أخرى كالدار البيضاء، مراكش وأكادير، والآن أتيت إلى مسقط الرأس الناظور. بالنسبة للأهداف من هذا المخيم، فيوسف المختاري جاب باش يعلم الأساليب والأنماط ديال كرة القدم الحديثة اللي كتعتمد بأرقى المدارس الكروية بألمانيا. فألمانيا هي معروفة بالتكتيك ديالها وبالأسلوب ديالها المميز، فيوسف المختاري جاب باش يسحب هاد الأطفال باش يعلم لهم الأساليب وكذلك لصقل المواهب ديالهم في أفق الالتحاق ديالهم بأبرز الأندية على مستوى الجهة وكذلك لما لا على مستوى الاحتراف. الدورة الأولى للمخيم الخريفي لكرة القدم أو ما يعرف بكامب فوتبول دامت أسبوع وشملت تدريب يومية في كرة القدم وفق أحدث أساليب وأنماط التدريب المعتمدة في أكبر المدارس الكروية العالمية. كنت علم شوية أنا الكرة والتدريب كدربنا مزيان، كيعلمونا في كنترولات وفي ليكول ديالنا، هنا استفدنا بزاف ديال الحوايج وكنشكرهم بزاف. هي أكيد دورة مثمرة وناجحة وبادرة طيبة أشرف عليها لاعب المنتخب الوطني سابقا يوسف مختاري الذي تألق مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم تونس 2004 بمساعدة زميله في المنتخب عزيز أحنفوف الذي تجاوب مع المشروع الرامي إلى تحفيز الناشئين على الممارسة الكروية وإدخال الفرحة على الأجيال الصاعدة.